أهلا بكم من جديد، والآن إلى الملف النووي الإيراني، حيث تستأنف الجولة السابعة من المفاوضات بين إيران وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا دول أخرى كالصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وكانت المفاوضات قد علقت بين إيران والمجموعة الدولية بعد تبادل الاتهامات بين تلك الدول. حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا، ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية واشنطن السيد محمد عويس المختص بالشأن الأمريكي. نبيك معنا سيد عويس. إذن أهلا وسهلا بكم. اليوم تستأنف هذه العملية وهذه المباحثات والمفاوضات بين إيران والدول 5+1 في هذا الملف المعقد، صح القول هنا، الملف النووي الإيراني. ما القراءة الأولية لاستئناف هذه الجولات والمباحثات في فيينا اليوم؟ يعني أنتم قلتم الاجتماع هو بين 5+1، ولكن إيران قالت أنها لا تريد ولن تجتمع مع الوفد الأمريكي في هذه المفاوضات. فمعنى ذلك أن هذه ولادة ميت هنا، وليست ولادة أو بداية إمكانية الاقتراب من حل بهذا الملف. الوفد الإيراني اجتمع مع الوفد الروسي والصيني، مع العلم أن المشكلة هي ليست مع الروس أو الصينيين، وليس حتى مع الأوروبيين. المشكلة هي بين أمريكا وبين الإيرانيين، وطالما أن الطرفان يبتعدان عن بعضهما بعضا لا أجد أن هناك إمكانية لأي حل، وخاصة إذا نظرنا إلى تركيبة الوفد الإيراني لا يوجد الكثير من المسؤولين في الملف النووي الإيراني الذين أتوا إلى 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 سويسرا، هم من المسؤولين عن الملفات الاقتصادية. معنى ذلك أنهم سيطالبون برفع العقوبات قبل التوجه إلى الملف النووي الإيراني وأجهزة الطرد المركزي وأساس الموضوع. يعني طيب، هذه تصريحات المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، قال بأنه ليس هناك يعني نية أن يكون مفاوضات ثنائية أو لقاء ثنائي يجمعهم بالوفد الأمريكي في فيينا، لكن هناك تصريحات أخرى للمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي، قال لقناة البي بي سي، قال إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال هذا الوقت لتعزيز قوتها ثم تعود وتقول إنها تريد شيئا أفضل، فلن ينجح ذلك، وسنفعل نحن وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك. إذن هناك يعني قرار أمريكي بعدم الرضوخ للجانب الإيراني. كيف يمكن التعليق ولنفهم ما يجري الآن في فيينا من هذه المفاوضات؟ تماما، يعني الإيرانيون يتحدثون بطريقة البازار، أما الأمريكيون فيعلنون قبل بداية المفاوضات أنهم مستعدون للتصعيد. ويعني الموضوع الآن الكرة فيه هي ملعب الإيرانيين، أن يفهموا أو لا يفهموا ما هي هذا الكلام الأمريكي من روبرت مالي. وروبرت مالي لا يستطيع أن يقول هذا الكلام إن لم يكن عنده تعليمات من وزير الخارجية ووزير الدفاع الأمريكي والرئيس الأمريكي أننا مستعدون للتصعيد ولن نقبل بإملاءات إيران وبتجاوزات إيران للاتفاق 5+1 الذي تخلت عنه أمريكا في فترة حكم الرئيس ترامب. ولكن إيران كذلك ابتعدت عن الاتفاق وخرقت نصوص الاتفاق وزادت عدد أجهزة الطرد المركزي القادرة على تخصيب اليورانيوم إلى 60 أو أكثر من 60%، وهذا برأيي قرب من إمكانية حصول معركة، يعني حصول أزمة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لأنهم لن يسمحوا لإيران بأن تملك كمية يورانيوم كافية لتصنيع قنبلة نووية، لأن ذلك سيؤدي إلى وضع العالم تحت الأمر الواقع وإلى عربدة إيرانية في المنطقة. طيب، بين تصريحات روبرت مالي والمزيد من الضغوط على إيران في حال حدوث وفشل هذه المفاوضات في فيينا، وبين أيضا عدم نية إيران في اللقاء ثنائي مع الجانب الأمريكي، هناك
أيضا عامل آخر يعرقل هذه المفاوضات هنا الكيان الإسرائيلي والتعنت الإسرائيلي والمسعى إلى عرقلة المفاوضات المؤقتة أو الدائمة في هذا الملف النووي وعدم وهناك مساعي دبلوماسية إسرائيلية لعدم التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران. ماذا عن هذا العامل؟ يعني لا أريد أن أشخصن الموضوع هنا وأضع يعني رأيي الشخصي بهذا الموضوع، ولكن رأيي الشخصي معروف في هذه الأزمة، وهو بطيخة كسر بعضه. إذا كانوا يريدوا أن يتناطحون في المنطقة فليتناطحوا، ولكن يجب ألا تستطيع لا إسرائيل أن تعربد في المنطقة، وإيران كذلك يجب أن لا يسمح لها بالعربدة في المنطقة، ولكن المعربدين الاثنين إذا قرروا أن يتناطحوا فليفعلوا ذلك، وهذه أزمة تخصهم ولا تخص الشعب العربي الذي دفع الثمن غاليا من عربدة هاتان الدولتان، أعني الكيان الصهيوني والنظام الإيراني الذي قتل عشرات بل مئات آلاف العرب والمسلمين في سوريا والعراق واليمن، وكذلك الآن يقولون أنهم يسيطرون على الحكومة في لبنان. فلذلك أنا لا أجد هناك أي مخرج في ظل تعنت الحكومة الإيرانية، والرئيس رئيسي معروف عنه تعنته وصلابته بالتعامل مع هذه الملفات. إذا كان يريد أن يلعب سياسة فهو سيدفع الثمن غاليا كذلك، لأن أمريكا لن تذعن لمطالبه. طيب. وكذلك هناك البعبع الصهيوني الذي أمريكا ستستغل الكيان الصهيوني كبعبع أو مطرقة فوق رأس النظام الإيراني، أنكم ستدفعون الثمن ونحن لا نستطيع أن نلجم الكيان الصهيوني إذا قرر ضرب المفاعلات النووية الإيرانية. بين من يبدأ الخطوة الأولى سيد عويس منذ يعني العرقلة ومنذ تجميد هذه المفاوضات في فيينا والمرحلة السادسة والجولة السادسة، كان هناك يعني من يبدأ أول في الإجراءات والحلحلة لهذه الخلافات؟ إيران مصرة برفع كافة العقوبات، بينما واشنطن تتبع نهج الخطوة يعني ستيب ما ستيب، الخطوة وراء خطوة في التعامل مع إيران. هنا في هذه المسألة بالفعل في كسر جميد أو هذه المفاوضات وخرق جدار يعني التعنت بين الجانبين، من الذي يجب أن يبدأ أولاً لإنهاء هذا الخلاف؟ شوف، في ظل عدم وجود عاقل في المنطقة، وفي ظل عدم وجود حتى عاقل في هذا العالم، هناك التعنت الإيراني مدعوماً من الصين وروسيا، وهناك التعنت الصهيوني كذلك مدعوماً من أمريكا، وهناك كذلك حاجة الأوروبيون للولايات المتحدة الأمريكية مضطرون أن يقبلوا ما تمليه أمريكا. فلذلك لا يوجد هناك أي وسيط، حتى يعني لو لاحظت في الفترة الماضية الأمين العام للأمم المتحدة اختفى عن ساحة المفاوضات الملف النووي الإيراني، يعني الوحيد الذي ذهب إلى إيران هو رئيس منظمة الـ IAEA. طيب. وهي منظمة الطاقة النووية في العالم. نعم. وبنفس الوقت هو كذلك يعني عاد بخفي. طيب. حنين، لا يوجد هناك من يجمع الأطراف على طاولة واحدة من أجل. طيب. الوصول إلى حل. ختاما معك سيد عويس، في هذه الجولة السابعة ما الذي سيخرج به المجتمعون، إن كانت إيران وإن كانت الدول الأخرى الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إلى إضافة إلى الصين كما ذكرنا 5+1 باختصار لو سمحت؟ بكل اختصار، نحن مقبلون على عيد الميلاد المجيد وعلى رأس السنة، فلذلك ستذهب كل هذه الوفود إلى بلادها، ويستعملون حجة الأعياد وليس الفشل الذي سيتعرضون له في هذه المفاوضات. لن يخرج أي شيء من هذه المفاوضات، فهي ستستمر عبثية إلى أن تنهض إحدى الدول الكبرى وتكون الوسيط وليس شريك مع طرف أو الطرف الآخر. شكرا لكم المختص بالشأن الأمريكي سيد محمد عويس، كنت معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن. ومشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم.